السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجددا إخواني في الله على قناتكم المصمم. تنشكركم على التفاعل ديالكم معنا في القناة، واللي مازال ما تابوناش يتابونا باش يوصلوا جديد، ويفعل علامة الجرس باش يوصلوا كل فيديو مختص بالقانون العقاري والعقارات بالمغرب وروح الملكية العقارية. دونك اليوم غنتطرقوا لواحد الموضوع اللي هو يعني بالنسبه لينا يعني وصلونا يعني دي ميساج عليه، اللي هو الضريبه الضريبه عن السكن. غنهضروا في هذا الموضوع الضريبه عن السكن، غنفرقوا ما بين الضرائب اللي كاينين على السكن والطرق ديال الاعفاء، يعني امكانيه ديال الاعفاء وشكون اللي كيتعفى بالضبط من يعني من الضريبه ديال السكن والمده، وكاين اللي كاين الضريبه الاعفاء مدى الحياه، وكاين اللي من بعد 5 سنين عاد كتفعل الضريبه. دونك نطرقوا للضريبه ديال السكن اليوم ان شاء الله على بركه الله. كما كنعرفوا كاين الضريبه ديال السكن كتنقسم على جوج ضرائب اللي في 2007 دمجتهم الدوله في ضريبه واحده، وهي سموها ضريبه السكن. ضريبه السكن كتكون من الضريبه الحضاريه اللي هي الضريبه عن القيمه المضافه، والخدمات الجماعية اللي هي النظافة، يعني جوج الضريبة الحضارية وكذلك ضريبة الخدمات الجماعية اللي هي تنقولوا لها النظافة، جوج ضرائب دابا تجمعوا في اسم واحد اللي هي ضريبة السكن. لكن الفرق بيناتهم الضريبة الحضارية كتبدا الخلاص ديالها من بعد 5 سنين، من بعد 5 سنين، والضريبة النظافة كتبدا من العام الاول اللي شريتي فيه العقار. انا كنهضر على الاراضي المبنيه. ضريبه النظافه كتخلص الاراضي المبنيه اللي هو منزل شقه اي حاجه محل تجاري اي حاجه كتخلص عليها الضريبه عن النظافه. اما الضريبه الحضاريه اللي هي الضريبه عن يعني القيمه المضافه، هذيك كتخلص الاراضي المبنيه والغير مبنيه، وكتبدا من بعد 5 سنين. دونك نعطيو اكزامبل باش توضح الصوره. عندي انا منزل شريته، صفات الحسابات الموثقه بالعمل ديالو قبل ما نسلم الملك ديالي جديد، حتى صفى الحسابات مع البائع خلاه يخلص كل شيء ويخلص الضرائب ديالي، عاد سلم لي يعني الملك صافي، يعني الملك صافي. هذيك المنزل اللي شريت نبدا نخلص عليه الضريبه النظافه ابتداء من العام الاول. اما الضريبه يعني الحضاريه من بعد 5 سنين عاد نبدا نخلصها. دابا انا كنقول لكم يعني القانون اللي كاين حاليا، هذا هو القانون. كاين بزاف الناس اللي الضريبه كضرهم بطبيعه الحال، يعني من حقك والناس اكثريه شكون اللي كيخلص الضريبه كما كنعرفوا غير الاجير 5000 درهم، اللي كيشد 4000، اللي كيشد 6000، واكثريه كتلقى يعني غير يعني ما عندوش بوفار باش يقدر يخلص داك الشيء اللي عليه. بالنسبه للمساله ديال الضريبه، يعني الى ما خلصناش، يعني نفترضوا حنا ما خلصناش الضريبه الحضاريه، يعني الضريبه الحضاريه هي الضريبه عن القيمه المضافه، كتبدا لك واحد الغرامات تتنزل لك كل شهر كتراوح ما بين 5% و10% من سومه ديال الضريبه ديال العام، 5% حتى 10% الى ما خلصتيش الضريبه الحضاريه ديال الملك ديالك. دونك هذه خاصها تكون في البال ديالكم، يعني ما تنساش من بعد 5 سنين، من بعد 5 سنين غتبقى تخلص الضريبه الحضاريه في كل عام. دازت 5 سنين انت معفي من الضريبه، لكن فاش وصلت 5 سنين غتبدا تخلص كل عام غتخلص الضريبه الحضاريه. ولا نفترضوا كما قلنا ما خلصتيش، راه كيزيدوا عليك يعني 5% حتى 10% من الضريبة في كل شهر، ماشي في كل عام، في كل شهر. دونك هاد المسألة باش اخواني ردوا بالهم، واللي الموضوع يعني كيهمو هذا يعني يكون حريص في هاد المسألة هذه. وكما قلنا لكم ما تشريش دار حتى تتأكد ان جميع الضرائب مدفوعة. هاد الدور هذا كيقوم به الموثق، متفقين، ولكن الناس ما كيشريوش عن طريق الموثق. دونك يقدر يشري ملك، نشري الدار، سلم لي البائع الدار، شريتها منو، تكتبنا كل شيء امور مزيانه، الملك راه ديالي، يعني ماشي شي حاجه شي نصب ولا شي حاجه، لكن الضرائب ولاو عليا. هذوك الضرائب ديال هذاك السيد
يكون مثلا ما خلصش 10 سنين كل شيء غيرجع لي انا، باش ما تحرجش المساله. الضرائب حتى تصفاو يعني الملك الصافي عاد كيتسلم ليك. والطريقه اكثر هي كيقوم بها الموثق، كيقوم باحسن دور يعني تيقوم بالعمل ديالو في احسن ما يرام يعني، عاد كيسلم هو الملكيه. انا كنهضر مع الناس اللي ما كيدوزوش عن طريق الموثق. يعني هذه هي المراحل اللي هادو هما يعني الضرائب ديال السكن هي هذه يعني. واللي الناس اللي كيكريو يعني مثلا واحد عنده دار وعنده جوج سفليات مثلا، عنده سفلي فوقي خاوي وكيكريهم وكيخلص الضرائب اللي عليه، يعني معلومه خصو يزيدها في راسو. الا خرج شي شخص من عندك بلغ اداره الضرائب بان الشخص راه خرج من عندك وما بقيتيش كاري لشي واحد تمايا، باش تنخفض الضريبه ديالك غتنخفض، غينقصوا لك في البورسونتاج، غينقصوا لك لحقاش ما بقيتيش كتستغلها للمنفعه ديالك يعني منفعه تجاريه. دونك هاد المسائل هادي يعني خصها تكون واضحه. اما بالنسبه للاعفاءات، الاعفاءات الضريبيه يعني بالنسبه للاعفاءات الضريبيه، الا بغيتي مثلا تعفي راسك من الضريبه ديال البيع ديال الشقه ديالك، كاين هاد النوع ديال الضريبه هادي. فاش كتبغي تبيع الملك ديالك كيطالبوا الدوله كتاخذ منك واحد البورسونتاج ضروري كتاخذه، سواء كانت ارض او شقه او اي حاجه. دونك الا بغيتي تعفي راسك من هاد يعني بيع الشقه ديالك ولا المنزل ديالك، تعفي راسك من ضريبه البيع، تقوم بها كذلك الموثق وكتجيب له يعني ثلاثه ديال الوثائق اللي هما شهاده اداريه من رئيس البلديه تثبت تواجدك في الشقه لمده تفوق 6 سنوات. يعني رئيس البلديه كيسنيك على واحد الورقه شهاده بانك انت يا راك كنتي كتسكن في ديك الدار اكثر من 6 سنين، هذه الشهاده الاولى. وكشوفات ديال الماء والكهرباء، يعني الورقه ديال الماء والكهرباء كتدل على عدم انقطاعك على السكن في ذاك الشقه، يعني ما ساكنش فيها غير شهر وشهرين ومشيتي واحد العام عاوتاني رجعتي سكنتي، هذه ما يقبلوهاش. خص يعني دوك الوراق يكونوا متابعين انك كتستهلك الماء والضوء ديالك في وسط ديك الشقه ديالك وانت اللي كنتي ساكن فيها لمده ديال 6 سنين فما فوق. والبطاقه الوطنيه تحمل نفس العنوان الشقه، كتسلمها مع عقد ديال الملكيه ديالك للموثق، لقاش انت هو البايع غتبيع، اما الشاري ما عندوش دخل في هادشي كامل، اصلا ما عندوش دخل في هادشي، هو كيعطي غير يعني سميتو الشيك ديالو و تيرجع له وكيتشد العقد من عند بانه دفع الفلوس ديالو وكيتسنى الملكيه تصفى وعاد تسلم له من عند النوطير. دونك انت كبائع الا بغيتي تعفى من سميتو خص تكون فيك هاد الشروط، تكون السكن ديالك ساكن فيه اكثر من 6 سنين، والشواهد راه باينه، الشهاده الاولى كتجيبها من البلديه، الكشوفات راه كتجيبهم من دار الضوء، من مركز ديال الضوء ولا الشركه ديال الماء والكهرباء اللي كاينه في المدينه ديالك اللي تابع لها نتايا. وبطاقه الوطنيه كتدفعها سميتو كتخبره كتقول له انا راه بغيت نتعفى من الضريبه ديال البيع. دونك هذه نوع اخر ديال الضريبه. كذلك الناس اللي كيستافدوا اكثريه من الضرائب، من الضريبه اكثريه كيستافدوا من الضريبه، وحنا ما عارفينهم كاملين، في القطاع الفلاحي يعني الفلاحين الكبار والمنعشين العقاريين كيتعفاو من الضريبه، كيتعفاو من الضريبه، يعني ماشي الفلاحين كاملين، انا تنقول لك الفلاحين الكبار هما اللي خصهم يخلصوا الضريبه في الحقيقه، ولكن كيتعفاو منها، والمنعشين العقاريين حتى هما كيتعفاو. دونك ديما كتجي في الاجير او الموظف او هذا كتجي فيه يعني الدقه. دونك اما الاعفاء الضريبي على السكن الاقتصادي عاد تفعل، ما كانش شحال هادي، عاد تفعل في 2018 شهر 3 مارس 2018 تفعل. يعني الاعفاء الضريبي على السكن، شنو الشروط ديالو؟ الشروط ديالو شويه معقده، وليني ردوا البال معايا ويعني باش يكون يعني باش تكونوا على بال. الناس اللي عاد يشريو السكن، هادو هما الشروط اللي واضعين باش يعني تكون معفي من الضريبه ديال السكن الاقتصادي. يعني تدي الكريدي مثلا غديرو اصلا مع البنك الاسلامي، البنك الاسلامي ديال يعني، وهاد البنك الاسلامي خصو يكون داير عقد مع منعش عقاري اللي بدوره
دير عقد مع الدوله، اتفاقيه مع الدوله، دونك واضحه الاشاره. دونك انت غدير كريدي من البنك الاسلامي، ولكن خصك تكون عارف بان ذاك المنعش العقاري او البنك خصك تخبرها تقول لا انا بغيت نشد او بغيت توريني المنعش العقاريين اللي دايرين معاك انت هي اتفاقيه ديال الكريدي، اتوريهم لي فين جاوا. في نفس الحين يكون ذاك المقاول اللي غتوريني يكون داير سواء كان شركه او مقاوله، يكون داير يعني اتفاقيه مع الدوله. هذا هو الشرط الاول. يعني انت داك السكن الاقتصادي ديك البارطمان اللي بغيتي نتايا بالضبط، خص يكون داك المنعش العقاري اللي باني داكشي يكون داير اتفاقيه مع الدوله، هذا رقم واحد يعني باش نكونوا واضحين. والمرحله الثانيه هذه الاولى اللي هضرنا عليها، المرحله الثانيه تترجع للموثق، ان يضع الموثق لدى مصلحه الضرائب المحليه طلب الاهليه للحصول على اعفاء ضريبي يتضمن الاسم ديالك ورقم البطاقه ديالك، يعني المشتري المستقبلي، المشتري المستقبلي اللي هو انت اللي من بعد 21 عام ديال الكريدي ولا غتولي البارطمان في سميتك ومعفي من الضريبه. اضافه الى نسخه من الاتفاقيه المبرمه بين المنعش العقاري والدوله والوعد بالشراء موقع من لدن المشتري النهائي اللي هو انت نيت. دونك هذه العمليه اللي كنهضر عليها راه كيديرها الموثق، انت ما عليك انك تقول له راني بغيت نتعفى من الضريبه ديال السكن الاقتصادي ديال القانون اللي تفعل مؤخرا 3 مارس 2018، هو غيفهم كل شيء وغيوجد لك ذوك الوريقات. زائد يعني ويجب على الموثق يقوم بواحد العمليه، هو يقدم التزام باصدار نسخه من عقد البيع بين البنك والمشتري النهائي تتضمن رهن العقار لضمانات اداء الضريبه على القيمه المضافه من طرف الدوله، يعني الدوله اللي تولي في الاخر كتسدد عليك نتايا الضريبه ديالك. دونك المرحله الاولى هو انك يعني الخطوه الاولى نتايا اللي عليك كمستهلك انك تعرف بان داك المقاول اللي غتشري منه نتايا كان شركه مثلا ديال بلا ما نذكروا الاسماء، كانت شركه عقاريه كتبني، انت خصك تكون عارف بان ديك المقاوله او ديك الشركه راه برمت اتفاقيه مع الدوله انتهى، وغتوجه للبنك الاسلامي اللي هو البنك التشاركي اللي كيخدم بالمرابحه وبالاجاره المفضي للتمليك، تخدم بهاد جوج ديال العمليات. دونك غتطلب يعني الكريدي من ديك سميتو وتوريهم يعني الشركه اللي انت باغي تشري منها العقار، وفي نفس الحين غتخبر الموثق ديالك بانك راك انت باغي تعفى من الضريبه وراه المنعش اللي شريتي منه عن طريق الكريدي راه داير اتفاقيه مع الدوله. هذا هو اول حاجه يسولك عليها، واش شريتي من مقاول يعني منعش عقاري شريتي منه داير اتفاقيه مع الدوله، الا كان دايرها راه غيدير لك هاد الاجراءات يا اللي سرت لك دابا غيديرهم هو وما غتكلف انت بوالو، انت اللي عليك انك تشري من واحد شركه عقاريه او منعش عقاري داير اتفاقيه مع الدوله. كان هذا هو الموضوع ديالنا، وان شاء الله الموضوع يعني اللي هيجي من بعد على حسب التعليقات ديالكم، كنبغي كلشي يعني يعلق ويعطينا الراي ديالو. الا كان السؤال صعيب في الاجابه راه حتى تندرسوه مزيان كانا والاصدقاء ديالي عاد كنحطوا الجواب، اما الا كان السؤال عادي راه كنجاوب عليه ديك الساعه. ونتمنى ان شاء الله تفعلوا يعني الجرس والجيم وطرحوا اسئله كما بغيتوا عن طريق الجيميل ولا في القناه النيت، ونتمنى ان شاء الله تعجبكم هذه الحلقه ديال الضرائب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه مقبله ان شاء الله.